مسلسل فارس بلا جواد انا قعدت عشان اعمله قعدت فتره سنه ونص مش عارف ادخله منين. كنت قريت كتاب بورتقالات حكم الصيون جبته بالعافيه، فلما قريته خلاص طلعت في دماغي طب اعمله ازاي. فقريت قصه نجيب حافظ نجيب اللي اتهموه ان هو كان نصاب وبتاعه بيتنكر وبتاع عشان ينصب، لا ده كان وطني. فاروح لمين؟ رحت لمصطفى امين رحمه الله، قلت له استاذ مصطفى انا عايز اعمل كذا. قال لي ليه يا ابني كده؟ قلت له عايز اعمل ده. قال لي ده هيعمل دوشه وعمل دوشه.